السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، هذا الفيديو تاع واحد الفتاه عجبتني قصتها بزاف، قلت والله العظيم غيرنا نشاركها مع خواتاتي وان شاء الله تعجبكم انتم ثاني. هاد الفتاه كانت تقرا في الجامعه مع واحد الشاب، تعرفت عليه بغاها وبغاتو ونواها للحلال. بعد ما تخرج الشاب داروا حفلة كبيرة، وهي تاني دارت حفلة وفرحت بالتخرج تاعها وهي وعائلتها وكاع، وقالها بعد الحفلة ان شاء الله راني نجيب والديا ونجي لداركم نخطبكم. فرحت هي اكيد، كانت تستنى فيه لهذه اللحظة باش يقولها نجيب اهلي ونجي نخطبك. راح الطفل دا والديه ودا فاميلته وكاع، راحوا خطبوا الطفلة. اكيد والديها قبلوا بعد ما هي قبلت، هي الاولى كانت قابله به، وحدوا موعد الزواج والفاتحه وكتب الكتاب. راحت عقدت هي وياه. هاد الطفله سموها فاطمه، كان في عمرها هذاك الوقت 21 عام هكا. عقدوا، فتحوا، داروا العرس، داروا عرس كبير في داك الكارتي تاعهم، عرضوا كاع الحباب ولا فامي، وتزوجت فاطمه وراحت لدار راجلها. راجلها كان كاري في باطيمات، في عماره قبل ما يبني السكن تاعو. عاشت فرحانه هي وياه، مع تزوجوا عن حب، يبغيها وتبغيه، متفاهمين. عاشت هي وياه عيشه هانيه اللي تمناها كل بنت. بغات تخدم فاطمه، قالها لا تقعدي في الدار وانا نخدم عليك، انا الراجل وانا نخدم عليك. تلمو تبغي هي فرطت في خدمتها وقرايتها وقبلت بالشرط تاع راجلها. قالتها معليش ما يكون غير خاطرك، انا نقعد في الدار وانت يا راك خدام عليا. قعد يخدم راجلها في البروجي تاعه ودار التجاره ونجحت له، وشرى ارض كبيره في ديك المدينه خارج المدينه، وبنى فيها فيلا كبيره فيها دو زيتاج. بعد ما بنى الفيلا وكمل، رحلوا فيها، ترك هذيك العماره ورحل في السكنه تاعو اللي بناها. هي جاتهم كبيره هذيك السكنه، هنايا كانوا فاتوا عامين زواج، جاته كبيره. قال وحيد راهم باغيين يكرو عندي الريتشوسي لتحت في الجاردان وكاع، قال نكرو لهم. قالت له واه ما كاش مشكل، كري لهم ومام طون فايده لينا احنا كي نكرو للناس هكا. جابوا ديك العائله اللي كرات، وديك العائله عندها 4 دراري، وفاطمه مسكينه كانت داخله في عامها الثالث وهي بلا دراري. شكت، قالت يا راجل انا نروح نفوت على روحي، كيف هادو السنين كاع اللي فاتوا ربي ما طعمناش بالدراري، راني كي نطول متاقه ونشوف ولاد جوارينا لتحت راني نتاثر بزاف. قالت هاك الدراري راهم يغلو في قلبي. قالها يا فاطمة صبري، أنا نصابر معاك غير بشوية إن شاء الله وربي يفرج. اداها فوت، قالت هديني نفوت. اداها مسكينة للطبيبة، دارت لها ليكوغرافي، قالت لها ها مدام راه عندك تكيسات بزاف في البويضات، في البويضات تكيسات في البويضات. قالت لها اللي ما يخلوكش تحملي بالخف، قالت نعطيك الدواء جربيه على ربي مدة 3 شهور، إن شاء الله الرابع ولا الخامس إذا كتب لك ربي قادرة ترفضي. راحت مسكينه شرات هذاك الدواء وجرباته، وفاتت 5 شهور وما كان والو. كي شافت روحها ما كان والو، قالت هو لازم نسافر، لازم تديني للخارج. راحت كذلك مسكينه داها الخارج، هي الكلمه اللي تقولها له يكملها لها. راحت للخارج، راحت تفوت، قالوا لها نفس الكلام اللي قالته لها طبيبه تاع البلاد. رجعت مسكينه مقزوعه. فاتوا سنين حتى اللي لحقت يا ربي 11 عام تاني. قالت له لا قبل يا ربي 8 سنين زواج. قالت يا راجل نزوجك، لازم نزوجك ودير دراري راك تكبر. قالت وانا صايم مقطوع مني الامل. قالت راني فوت وراني. قالها شوفي يا مرا، الا كانوا الدراري يجوني من مرا وخد اخرى مسحقيتهمش، راني باغي دراري منك انتي. تلمو يبغيها ويعزها ما بغاش يجرحها، وهي اشاك فوا تقول له يا راجل نزوجك، هو يقول لها لا. من 8 سنين قبل هادي، من 8 سنين قبل كانت كي تطل من البالكون مسكينه وتشوف الدراري يلعبوا تولي تبكي،
تقول كون غير يجوا عندي نعنقهم نلعب معاهم نديرهم كيما ولادي، بصح توجور مخليه الاحترام بينها وبين جارتها ماشي باغيه تخالطها. فاتت هذيك 8 سنين، زادت قالت له كي وصلت 11 عام زواج، قالت له يا راجل راني نزوجك باش المراه تحمل لك وتولد لك، راك غير تكبر والدراري ما كاش انا معايا، ربي مازال ما رزقناش. قال لها راني نقول لك والو، المراه اللي نتزوج بها ما غاديش تجي كيفك انت، والدراري اللي جوني من مراه اخرى ما نسحقهمش، نسحقهم منك انت. المراه امنت وفرحت ودارت كونفيونس كبيره في راجلها، وقالت هو هذا يبغيني بزاف ومحال غادي زعما يفرط فيا. دارت فيه النيه. واحد النهار قال لها يا مراني رايح رسلوني ميسيون خدمه سيمانه، غادي نروح نخدم صوالحي ونجي. قالت له صحه، قال لها وجدي لي كابتي. راحت مسكينه على نيتها، توجد في كابتو وجدت له كاع الصوالح اللي يسحقهم. سافر راجلها وخلاها وخلى لها مصروفها. ملي سافر هي مسكينه وحدها، وهي كانت متونسه غير براجلها، مع كيما تعرفوا ما عندهاش الدراري. فاتت سيمانه حيطت له يا راجل اليوم تدخل ياك؟ قال لها لا، راهم زادوني سمانه وخد اخرى، ما تقلقيش عليا. قال لها بالعبابك مليح وما تخافيش. فاتت سمانه الزوجه عيطت له قالت له نورمالمون غدوه تدخل. قال لها لا، زادوني تاني واحد الايامات باسكو راهم تاكلين غير عليا والخدمه، وكاع راهي ضغط كبير عليا غير انا اللي نخدم. دارت النيه فيه مسكينه وقالت له معليش هذه خدمتك وخبزتنا الله غالب، صبر حتى تكمل. كي كمل 3 اسابيع جاء للدار، دخل للدار فرحان يضحك من عينيه. هي كانت تدير له في الحشه، توجد له في الحشه ديك الليله. جاء عندها الكوزينه قالها يا فاطمه، قالها ايه، قالت لك فرحان؟ قالت ما شاء الله راك فرحان، وقيله زادوك في الكراد في الخدمه. قاعد يضحك. قالها هي تلفت راحت للبوطاجي تنقي الخضره. قالها لا يا فاطمه، قالها لا ما زادونيش في الكراد، كنت عند امي كذبت عليك وزوجتني بطفله صغيره عندها 20 طن، وهو داك الوقت كبيرها على الطفله هذه ب 26 سنه، وهي مسكينه كانت كبرت فاطمه، كان عندها في هذا الوقت كانوا 25 عام زواج، غير هي عندها 46 هو عنده 46. ضحكت له وقالت له هيا مبروك عليك، مبروك عليك تزوجت. قالها والله العظيم غير راني من قلبي مانيش نزعق. قالت لك تلفت درت له وفي عيني الدموع والغضب، انجرحت مسكينه، انجرحت وميم طون خلعت. الوقت كانت تقول له انا نزوجك ما بغاش، راح تزوج عليها خيانه. قالت وعلى ما خبرتنيش؟ قالها ما قالت لي كون تقول لها ما تخليكش تتزوج. غاضتها عمرها مسكينه، ولات تبكي 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 وتوغ وتزقي. قالت هذه هي الكونفيونس اللي كنت دايرتها فيك، كنت شاكه كاع ما تزوجش عليا، عرضتها عليك، انا قلت لك نزوجك حتى ما قبلتش، كيف هدرتها بيا وزوجت روحك؟ قالها طفرت وراني نكبر وصاي ماكلات لي مخي، وقالت لي بلي لازم تزوج الله غالب. وهي مسكينه غير تبكي. ديك الليله باتت في الصاله، هو بات في الشومبره. الصباح ناض ستيكا روحه ولبس ودار روايحه وخرج. قالت لك ما عرفتي لا راح الخدمه ولا راح عند المراه. فاتو يام ولا يجي عندها يوقف عليها ويقول لها فاطمه الليله عندك والليله عند درتك. قالها ما تزحفيش هذا حق. ايه قالت لك ياه وصلت، راه يتقاسم معانا الليالي، وصلت الشريكه راهي مشاركتني فيه ما راهش تاعي وحدي، يا حسره على الحب اللي كان بكري. قالت لها ما عندي ما نقول لك دبر راسك. قالت كوني عارفه باللي هذاك هو حقه الشرعي يدبر راسه. واحد النهار هذوك الكرايه اللي لتحت خرجوا صابوا ساكن وخد اخر وراحوا، علاه مشي راجل فاطمه يروح يجيب لها الدره لتحت؟ راح جابها، كان مسكنها وحدها، راح جابها لها لتحت. وكشوفوا القباحه تاع الرجاله كي دايره، كانت بعيده عليها امم متحش بها، بصح كي جابها لها جاره لتحت او بليجي العين تشوفها والقلب يحرقها مسكينه، القلب لحمه وراهي تحرق. جابها سكنها تم. واحد النهار تاني طلع على عندها فاطمه تسكن الفوق، وهذيك تسكن تحت في الريتشوسي، عندها الجاردان وعندها لابيسين وكاع. طلع عندها قالها فاطمه راني فرحان جيت نبشرك بشاره، خير ان شاء الله يا راجل اش تكاين؟ قالها درتك راهي بالحمل. قالت لك تقول تير عليا ولا حشالي خدمي في قلبي. قالت لك انجرحت ونضريت وبكيت وقلت حوجي انا علاه مشي انا اللي راني بالحمل، لا غالب درتها غير منها. قلت لك درت لها، قلت لها مبروك عليك.
يا اختي ولا الا يدير ليلى عندها عند فاطمه وليلى عند الدره التحتانيه، ولا ليلى عند فاطمه وثلث الليالي عند الدره، فرحان ومخلوع في المراه كي راهي بالكرش. وهي مسكينه قالت كناني نرقب من تاختي من الفوق ونشوف فيها هي في الجارده كرشها، كل يوم نشوفها كي تكبر كرشها. قالت شفتها كاع حتى كبرت كاع، قالت وانا نبكي في بلاصتي ونقول حوجي كون انا تاني ربي فرحني كيما هكا وكرشي كبرت وولدت له. ولا خطر خطره كيكون معاها في المائده يتعشى ولا يفطروا يقولها فاطمه بغيت نقول لك هاد المراه مربوحه والله هنا مربوحه. قالت نقول لها علاه؟ قالها بالخف رفدت الكرش، شهرين زواج ما با قالها رفدت الكرش بالخف، ويما تكبر كرشها هو يزيد يفرح طاير من عقلو بالفرحه. قالت لك حقه وما عليش، هذاك هو حقه واللي ربي كتبه له، بصح علاه ما دارش عليا؟ كنت انا باغيه نزوجو، كي كنت انا باغيه نزوجو ما دارش عليا. قال لي لا، الولد اللي يجي من غيرك ما نسحقوش. هنا وين الثقه تاعي نقصت منه، قالت لك الثقه تاعي قالت لك نقصت من عنده. قالت لك الراجل ما فيهش الامان مهما كانت صفته، يخمم غير فيه نفسه. جا واحد النهار جاها المخاض وبغات تولد درتها، كان هو بايت عندها هذيك الليله، صونات عليه في التليفون ناضي يجري مهول. قالت له مالك يا راجل شكاين؟ قالها الفلانيه راهي بايت تولد نديها للسبيطار. قالت له روح الله يسهل. رفد مرتو وديها للسبيطار ولدت له الطفل، زاد طار بالفرحه داك الراجل على الطفل اللي نزاد عنده، هبل هبل بالفرحه. قالت لك هي تولد وانا نتقطع، هي تولد وانا نتقطع، هي تضحك وانا نبكي. هذه حاله المراه اللي ما ولدتش مسكينه. هي ربي يفرجها على كل وحده محرومه من الدريه، ربي يحل حزامها ان شاء الله ويفرحها بالدراري. وهي مسكينه غير تبكي غير تبكي، تشوفي راجلها كي تبدل عليها، كي ولا عايش غير لتحت عند درتها، سيرتو كي زاد البيبي ولا مخلوع ولا من بلاصته ما يتحركش. هي مسكينه تقول في قلبها معليش، هذاك ولده وكبدته ولحمه وربي يفرجها عليه بعد سنين. بصح في خاطرها مسكينه تنظر، لا غالب مسكينه تكون قاعده وحدها تخمم تقعد تبكي تقولك ما عنديش الرفيق، ما عنديش غريان اللي يعمر عليا الدار اللي يبكي ويقول لي ماما. لا غالب مسكينه قلبها ضرها. واحد النهار طلع لعندها قال لها راهي باغيه درتك تطلع تشوفك وتجيب البيبي باش تشوفيه، وهي مسكينه ما شافتهاش كاع، تشوفها من التاقه من الفوق، مازال ما هضرت معاها ولا شافتها. بعد قريب عام وقال 12 شهر نو 11 شهر قريب 11 شهر ما شافتهاش، هي تشوفها غير من الفوق من التاقه كي تخرج برا. كنت اشوف يا راجل الا كان على مرتك انا ما نتعرفش بها وما نشوفهاش وما نهدرش معاها، خليها تحكم بلاصتها، كل وحده تقعد في حدها، هكا نقعدوا. قالت لها بلا مشاكل، قالت غادي تدخل تخالطني بالك نولو في حاجه واخد اخرى، كل وحده تقضى بلاصتها. قالها ما يكون غير خاطرك كيما تبغي انت، التقرير اللي تبغيه انت ننفذو انا. راح هو د المرتو قالها ودي راهي تقول لك ما نسحقكش ما نشوفكش وما يبقاوش مشاكل بيناتنا. خلى الغريان حتى قفل 6 شهور، حتى جا رافده في دراعه ومطلعه لمرته، مرته مسكينه اللي ما ولدتش. قالت لك جايب لي الغريان وانا قلبي يردح 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 على داك الغريان، قالت قلبي يردح على داك الغريان باش نرفده ونشمه ونعنقه ونسلم عليه. قالت داك الغريان مسكين ما عنده حتى دخل، هذاك مسكين قالت ما عنده حتى دم. قالت بويا اللي خدعني وما خبرنيش، كون خبرني به قالت نفرح نورمال. المهم قالها يا فاطمه اني جبت لك ولدك باش تشوفيه. قالت داك الغريان مسكين شاد في قمه جت بابه بيديه ويبكي ويشوف فيا باسكو ما يعرفهاش، وهو يحاول باش يعطيه لها شتو كيما تبغي تمدي هاك الغريان تمديه، وهي دايره يديها مسكينه هكا ملاقيت لها بيديها هو يبكي. قالت هذاك وين نزيد تنجرح تنجرح تنجرح. قالت الغريان ما يعرفنيش مانيش امو، هابني. قالت ولا يبكي ما بغاش يجي لعندي. قالت بلبستي باش حطها لي في حجري، سلمت عليه وقلت له الله يحفظه ويستره وعطاته له. قالها خليه يقعد معاك نص نهار باش توالفيه. قالت له والو. قالت غادي لا نوالفه دروك ما نعطيه لكمش ابدا. قالت هاني خايفه نوالف الغريان، اني خايفه. قالت نوالف والولف صعيب. قالت له رفد ولدك وديه لامه مسكين راه متوحش امه راه غيبكي.
قالها صحار فد ولده وجا مهود، قلت لك النار شعلت فيا من شده. النار قالت لك شعلت فيا، هذاك وين قالت لك شعلوا فيا النيران؟ قلبي انحرق، قلت لك شميت ريحته ورفدته وسلمت عليه وتمنيت اكون كان ولدي ولد كرشي. قلت لك اكيد رايحه نبغيه لانه ولد راجلي، بصح ما يجيش كيما ولد كرشك. تبكي مسكينه وما تسمعها يبكي لتحت، تقعد واقفه في الثقه وتصنت وتبكي، وتسمع في راجلها كي تبدل عليها وكي يضحك وفرحان مع المرأة التحتانية، وهي معها كاع ماشي مقيمها. كي تكون ليلة تاعها ولا النهار تاعها، قالت لك يا تصيبه لهي في التلفزيون يا لهي في التليفون. قالت لك الهضرة ما يهضرهاش معايا، تبدل عليا 180 درجة. وراه داك الحب، وراه ديك الصداقة اللي كانت بكري، وراه العز اللي كنت عزيزة عليك وتقول لي تامرة ما تجي كيفك. غادتها عمرها مسكينة، تغيضها عمرها، تقعد تصنت في الطاقة مسكينة حتى تديها عينها وترقد. الضحك واللعب مع مرته التحتانية، تقول حقه حقه هي ولدت له أما أنا ما دنيت لهش، الله غالب هذيك المرأة الوالود وأنا المرأة اللي ما تولدش. حتى تروح ترقد مسكينة بلاصتها بها بدموعها. فوتوا يامات كيما هكا وشهور. بعد 10 شهور كان البيبي عنده 10 شهور، جهة تاني يجري وفرحان وطاير، فاطمة فاطمة بغين بشرك بشارة زينة افرحي معايا. قلت لها غير خير يا راجل، غير خير شكاين. قالها درتك راهي بالحمل بالولد التاني. زاد صدمها مسكينة، زاد حركها ما عرفش بلي غادي يزيد يكمل عليها كي يقولها كيما هاك. قلت لك تشوكيت ما عرفت ما نقول. قلت لها مبروك عليك. هو فرحان فرحان فرحان، هذه المرأة مبروكة، هذه المرأة مبروكة، هذه بعد 10 شهور زاد ربي رزقني معها طفل بالحمل، ما عرف هل طفل ولا طفلة. كنت أكره لي عيشتي وين ما يجي عندي هاني فرحان هاني فرحان، هذه المرأة مبروكة هذه المرأة مبروكة. إيه يا فاطمة، ولات تقول مسكينة في روحها، أنا مانيش مبروكة لخاطرش ما جبت لكش الدراري ياك، أنا العزة تاعي والحب تاعي قاعد تنسى كي ما جبت لكش الدراري. جرحها مسكينة، رجعت لعويدها للبكاء وقهرت، قالت كون انا راني بالحمل، ونشوف ديك الفرحه تاع اللي شتها في وجهه، نشوفها فرحان بيا انا ماشي بضرتي. ومن المشكله مسكينه كانت فيها هي ضرتها، ولدت الاول وتمتم 10 شهور من بعد زادت ولات تتوحم بالزواج. مكتوب ربي، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فوتت له يامات ولا قريب شهر، بيتها في بلاصتها مسكينه تخمم. ديك الليله ما كانش بيت عندها، كان عند درتها. قالت غدوه ان شاء الله مين يجي يشرب معايا القهوه غادي نقول له حد القرار راني مقراته ونشوفه اش يقول. هي قالت هذا القرار راح هو ما يقبلوش مني، بصح غادي نجرب حظي ونشوف. ايه جا الصباح وجا راجل هاي القهوه معاها، خلى تحت يشرب قهوته ولبس قشه تاع الخدمه، ستيكا روحه تقتها. يا راجل عندي هضره معاك، عندي واحد القرار راني بيتها كاع الليل وانا نخمم فيه، قلت نقاسمه معاك ان شاء الله ونشوف شا غادي تقول. قالها غير خير شكاين، بيتها تنومي فيا وقيله. قلتها يا راجل طلقني خزر فيها. قالها كي من نيتك؟ قلت هاني نقولك طلقني. قالها انتي راكي قابله كي باغي نطلقك. قلت كنحفزت على قلبي وقلت له واه نشوف فيه برك هو لا رياكسيون تاعه، تشوف في رده الفعل تاعه اسكو يقبل ولا ما يقبلش. ما كانت مع ولا مسكينه على الطلاق، قالت عشرة عمر 25 سنه زواج، فوتت كاع صغورها معاه. قلت له واه يا راجل راني من نيتي طلقني وكان ما نولدش. زادت مرضت مسكينه، كي كبرت لحقت 40 سنة جاها مرض السكر. هذاك وين قطعت لي ياس وقالت خلاص انا ما نولدش. طبيبه ديجا قالت لها، قالت انت ديجا فيك التكيس في المبايض وراه فيك مرض السكر. قالت لها مستحيل تولدي، قالت لها اصحاب مرض السكر عندهم عطله كبير في الولاده. قطعت لي ياس مسكينه، كي خمت كيما هكا قالت انا نطلب منه طلاق. خزر فيها وقال لها لكن انت قابله ما يكون غير خاطرك، مهبلها غير ما يكون غير خاطرك، قاتلها بالقدر ما يكون غير خاطرك.
انصدمت مسكينه، قالت لها طلقني. قال لها بيان سور، انت راكي تطلبي في الطلاق. قال لها نطلقك ما فيها والو. هي رفد كرطابه وراح لخدمته. ايه وش صرا فيها مسكينه، وش صرا فيها، ندمت اللي قالت لها طلقني، بس قالتها لها غير هاك، حسبته مازال يبغيها. هي لمن في الرجال، ما كاش لمن في الرجال. قال لك المثل المصري، يا اللي تأمني في الرجال زي المية في الغربال، كيما الماء من تكون في الغربال، هذه هي المرأة اللي تأمن في الرجال. المهم طلقها مسكينة، وكانت هذيك العادة الشهرية خطرة تجيها خطرة تروح، كانت في سن اليأس 45 سنة. قالت لها روح نعيش مع ما مسكينة راهي مريضة، ما باقي لهاش بزاف مسكينة وتتوفى، قطعهم لي ياس منها في هذاك المرض الخبيث. طلقت وراحت عند أمها، عشت مع أمها 7 شهور، رفضت أمها دوك 7 شهور، عندها خاوتها 3 في الدار بنساهم، رفضت أمها مسكينة حتى اللي توفات. بعد ما توفات أمها بشهرين ولا 3 تقريبا، جا خطبها جارهم، جا أخوها الكبير قال لها يا فاطمة أختي راهو يخطب فيك جارنا الفلاني، وهذا جارهم كبير عنده 63 سنة. قالها مرته ماتت، ولاده وبناته متزوجين كاع في بلايصهم، قالك نتهلا فيك وتهلاي فيا حتى اللي تدفنيني ولا ندفنك. قالت خليني نخمم غدوة ورد لك الخبر. بيت تخمم مسكينة، وقالت انا ينسى خوتي ما غاديش يرفدوني، وخوتي غادي يجي نهار اللي يضايقوا مني منساهم وكاع. ما قالت ما كاش كيما وحده دارها. قالت اللهم نقبل، انا راني في سن الياس، والراجل راهو عنده الاولاد، ما غاديش يدومونديني على الاولاد. للصباح قالت اخوها راني قابله، تم غير خبر جارهم، جاب الطالب وجاي يفتح، فتح عليها، داروا غير حفلة بيناتهم عائلتهم الصغيرة. غدوة من داك اداها لدارها، تهلات في الشيباني هذاك مسكين، وتهلا فيها وما يعز عليها حتى حاجة، يحوس بيها يخرجها. واحد النهار كانت قفلت عنده 3 شهور زواج، انضرت بزاف من ظهرها لتحت ومصدرها، قالت لك صدرها نتفخ وحما، جاتها كي الحمة في صدرها. قلت واه يا فاطمه انت على الكبر هجاك مرض السرطان تاع الثدي، انا راني مريضه. قالت حاجه راهي في كرشي وحاجه راهي في صدري. قالت روح نشوف طبيبه، راحت شافت الطبيبه اللي في الكارتي تاعهم تاع النساء في السبيطار، فوتت عليها قالت لها روحي خرجي وشربي قرعه تاع ما باش ندير لك ليكوغرافي ونشوف شافي في كرشك. خرجت هي قاعده تشوف هاك وهاك، قالت ما ندير والو، هي اللي كتبها لي ربي نلحقها، رايحه نموت نموت. راحت لدارها، بعد 10 ايام عاودت زاد عليها الدور، قالت هو نعاود نرجع للطبيبه ونعاود نقولها ديري لي ليكوغرافي. راحت مسكينه شربت الماء هذاك النهار ورجعت للطبيبه. كي دخلت عليها قالت هيا مراه، ماشي انت اللي كنتي عندي راكي في السمانه ولا 10 ايام؟ قلتها ايه انا. قالت على ما وليتيش؟ قلتها ما بغيتش، وقلت اللي كاينه فيها لا نموت بهذا المرض نموت. قلتها لا ما تقوليش كيما هاك، الطب راه تطور وكل حاجه بيد ربي ان شاء الله. قلتها تريحي لك اش حاجه. المهم راحت هي وراجلها، قعد راجلها يستنى فيها في الكولوار، دخلت درتها ليكوغرافي. بعد هي زيرت كي كملت، قالت لها صاي كملت لك تكون امبريمي الورقه ونقول لك واش كاين. قالت انا زيرت روحها شكل التواليت. خرجت راحت للتواليت في السبيطار تما، وقعدت تقرع لها الطبيبه. كي جات راجعه صابت الطبيبه وقفت قرع لها عند الباب، دخلتها هي وراجلها. قالت هي مدام مبروك عليك. تقلقت هي قالت لها واش عندي شكاين مرض خبيث؟ قالت لها لا ما كاين والو، مبروك عليك. قالت واش مبروك عليا المرض الخبيث؟ قلتها بعيد الشر عليك، مبروك عليك الحمله، كي حامله ويا حوجي مسكينه كي صرا لها. قالت لكم لحمي تشوك، الدموع البكاء دموع الفرح. قلتها ما تزعقيش عليا يا طبيبه، قلتها راني كبيره، راني داخله في 46 سنه، باقي ليش انا نحمل. قلتها ايه كون فيكون، قلتها ربي سبحانه فرحك بعد هذا العمر. فرحت مسكينه هي وراجلها، حتى راجلها فرح بيها، وخرجت راحت لدارها وعقدت لخواتاتها ونسى خوتها. داروا حفلة كبيرة داك النهار، ودارت صدقة كبيرة وزعتها كاع الجوارين، وبدات تكبر كرشها، ولات تقول يا ربي انا كرشي كبرت سبحان الله. كنت نشوف روحي كي نفوت على الحواني تاع الدراري ونقول يا ربي وين تندخل ونفصل لولادي. ولات كل يوم تشوف روحها في المرايه وفرحانه بكرشها مسكينه، كل يوم تشوف روحها في المرايه وفرحانه بكرشها. واحد النهار راحت هي ودرتها هي وسل كي يقولها ربيبتها بنت راجلها، راحوا الحانوت تاع لي بيبي باش يخيروا القش تاع لي بيبي. راحت تخير مسكينه وفرحانه، قالت اول مره نفرح بهذه الفرحه. هاي تشري كيما هاك ولا هي وتخيرت ربيبتها دارت، قالت لها خالتي شوفي، قالت لها واحد راه يخزر فيك نظن يعرفك، مستعره وحال فمو فيك. قالت لها وين راه؟ كي دارت لفتت شات تشوف راجلها القديم يخزر فيها ومخلوع كرشها تاع فمها، ما امنش بلي راهي بالكرش. هذه هي قصه فاطمه مسكينه،
وولدت الطفل وسماتها عبد الله، فرحت به. والآن عندها 47 سنة، ولدها راه عنده عام ونص ما شاء الله. هذه هي اللي حالة اللي تنغبن، وربي يفرج، إن بعد الصبر الفرج. صبروا البنات، ربي لك كتب لك حاجة تلحقيها، سبحان الله تعالى.